جزء من المذنب الأزرق يضيء السماء في أجزاء من إسبانيا والبرتغال. أذهل وميض أزرق مفاجئ الناس في أجزاء من البرتغال وإسبانيا بعد دخول جزء من مذنب الغلاف الجوي للأرض في عرض كوني مذهل بدا وكأنه هبوط لكائن فضائي. أصيب السكان المحليون بالذهول بعد أن ومضت كرة نارية زرقاء غامضة عبر السماء في أجزاء من إسبانيا والبرتغال مساء السبت. كان يعتقد في البداية أنه نيزك، لكن وكالة الفضاء الأوروبية إيريسا أوضحت لاحقاً أن الوميض نتج عن جزء من مذنب أثناء انطلاقه فوق سماء أوروبا بسرعة 45 كيلومتراً في الثانية قبل أن يحترق فوق المحيط الأطلسي. وقال مرصد كالار ألتو الفلكي الإسباني أيضاً إن التحليل المبكر الذي أجراه معهد الأندلس للفيزياء الفلكية كشف أن الجسم له أصل مذنب. وفي كل من إسبانيا والبرتغال انتشرت مقاطع فيديو تم تصويرها في العديد من المدن والبلدات على وسائل التواصل الاجتماعي. تظهر الجسم وهو يعبر سماء الليل بسرعة عالية ويضيئها بألوان زاهية من اللون الأزرق والأخضر. وفي صباح يوم الأحد شاركت وكالة الفضاء الأوروبية مقطع فيديو للظاهرة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، والذي أظهر شظية المذنب وهي تحلق فوق مدينة كاسيريس بغرب إسبانيا بالقرب من الحدود البرتغالية خلال حفل موسيقي في مدينة بارسيلوس البرتغالية. تم تصوير الجسم وهو يتحرك في السماء أثناء أداء أحد المغنيين. وأظهر مقطع فيديو آخر سماء بورتو، ثاني أكبر مدينة في البرتغال، وهي تتألق لبضع ثوان. وقال برناردو تابوردا أحد سكان العاصمة البرتغالية لشبونت لوكالة رويترز للأنباء إنه كان يتجول في المدينة مع أصدقائه عندما تحولت السماء فجأة إلى اللون الأخضر الساطع، وقال: لقد بدا الأمر وكأنه ضوء النهار تقريبا. نظرنا جميعا إلى الوراء ورأيناه. لقد بدا الأمر وكأنه فيلم. نظرنا جميعا إلى بعضنا البعض وأصبنا بالذهول. كان رائع. اتصل العديد من الأشخاص بخدمات الطوارئ للإبلاغ عما حدث. وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ الإسبانية لوكالة أنباء أوروبا بيرس إنها تلقت عدة مكالمات. أشارت التقارير المبكرة إلى أنه ربما سقط بالقرب من مدينة كاسترو داير أو بنهيرو البرتغاليتين، ومع ذلك لم يتمكن رجال الإطفاء من العثور على أي شظايا عندما حضروا نداءات في هذه المناطق. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في وقت لاحق إن شظية المذنب من المحتمل أن تكون قد احترقت فوق المحيط الأطلسي، مما يجعل من الصعب للغاية العثور على أي شظايا. مذنب أم نيزك أم كويكب؟ ما هو النيزك بالضبط وكيف يختلف عن المذنب؟ وما هي الكويكبات على الأرض؟ ووفقاً لوكالة ناسا، الكويكب هو جسم صخري أو معدني صغير يدور حول الشمس ويمكن أن يكون مستديراً أو ممدوداً. وتدور المذنبات أيضاً حول الشمس، ولكنها تتكون من الجليد والغبار وليس من الصخور. عندما يقترب المذنب من الشمس، يبدأ الجليد في التبخر، مما يعطي المذنب مظهره الغامض المميز وذيله الخلفي. لفهم النيازك علينا أولاً أن نفهم النيازك. النيازك هي قطع صغيرة من الكويكبات أو المذنبات التي انفصلت عادة عن الاصطدام. عادة ما تكون بحجم الحصى، ولكن يمكن أن تكون أصغر أو أكبر قليلاً. عندما يدخل نيزك الغلاف الجوي للأرض فإنه يسمى نيزك. تدخل النيازك الغلاف الجوي بسرعات عالية جداً، مما يجعلها تحترق وتبدو كالشهب. إذا نجا النيزك بعد دخوله الغلاف الجوي واصطدم بسطح الأرض، فإنه يسمى نيزكاً.